باش العربيه اللي تلزم مواتيهم. شفنا خرجنا عمر العلودي لا وكوكو برافو رغم اللي لي دو ماتش لعبوا في ليكيب ناسيونال وصفر للمغرب للكونغو من الكونغو موريتانيا موريتانيا لهنا داو يلعب حكايه اربع ماتشات في جمع ولا في 10 ايام دونك هنا سيتو شفنا ما شفناش خطر من ليكيب ادفرسير الجارديان نتاعنا انا ما نفكرش نحى كوره اللي كانت صعيبه اوكي ومازال عندنا ماتشات توا ماشيين للسفينه وان شاء الله نكونوا موجودين اليوم ما قصرناش الحاجه الوحيده جاتنا فرص اللي ما عرفناش كيفاش نستغلوهم جاتنا دي كونتر اتاك اللي ما عرفناش كيفاش نستغلوهم كما قلت انا سي اوبتيميست وتوا بقدره ربي كل ماتش انا ديما نقول كان ما تربحش ما تخسرش سوري سي بورتون اليوم كنا نجمو نربحو كان الربح بالنسبه لنا احنا حاجه باهيه اما لازمنا نقبلوا الماتش هذا ماتش كبير ونشوفوا الماتشات الجايه هو السؤال السياسي تفضل. الشيخ اللي هو احنا مروحين اننا غادرنا من النقاط 21 نقطه في عمرنا في خمس دورات. كيف قال الفرنسي ان لو نوفيان جامي تو سو فريق لعب 120 دقيقه ما استفدش من راحه من طرف راحه كبيره غياب لاعبين مؤثرين كيف سميت عبد الفتاح كذلك استقرابات اليوم هادو غيزيدوا صعبوا الامور. لا جيستيون ديال الثلث الاخير من البطوله كتبقى صعيبه والنقاط كتولي تميمه. واش ما تبقى من البطوله المباراه اللي تبقى بجدول ديال الدفاع الحسن الجليلي غتسعفك انك تامن كما كتقول انت متفائل غتامن لنا بقاء ديال فريق الدفاع الحسن الجليلي. بيان انا متفائل انا متفائل شوف هنا متفائل جو سوي سور جو سوي سور ليكيب هذيا بقدرة ربي ونوفر لي بوان اللي يلزمنا نعملوهم بعد ما نعملوا لي بوان اللي يلزمنا نعملوهم اليوم ما ربحناش ما خسرناش وانا ديما نقول انا كنت خايف منه الماتش كنت خايف منه بعد 120 دقيقه اللي لعبناهم على خاطر ما عندناش 30 ملاعبي باش ترتح خمسه ولا سته ولا سبعه ملاعبيه وتهبط خمسه وسته ملاعبيه اخرين اما برافو الاولاد خدموا الخدمه نتاعهم كنا نجموا نرقوا جاتنا دوزيام ميتون كنا احسن بريمير ميتون متوسطين ونظروا لقدام. السلام عليكم كوتش بالنسبه للجديده واش ما كتشوفش بانه على مستوى خط الهجوم كاينه جديده غادي تعاني في المقابله يعني من بعد الاصابه ديال فرح بانه خط الهجوم ديال جديده ولي ما بقاش ذاك خط الهجوم اللي كنا عارفينه قبل ملي كان فرح وكان جمعه فخط الهجوم ديال جديده غادي تعاني بزاف لانه كاين عقم هجومي كاينه فرص ما كيتمش الاستغلال ديال الفرص اللي كتبنى من 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 الدفاع وسط الميدان وكتوصل حتى للمربع وما كيتمش الاستغلال ديالها يعني انه ما كاينش شي افق اللي هو كيبين لك بانه الفريق الجديد يمكن في المقابله الجديده المقابلات اللي هي جايه يمكن يسجل اهداف وهذا امر غتعاني منه جديده بزاف. اسمع راهو كما قال الاخ كلام صحيح راه كيغيب عبد الله اللي ماركي خمسه بوتو وغيب رضا الخميدي اللي اليوم احسن واحد في الاسيست عامل سانك اسيست ماركي زوز خمسه زوز اللي سبعه وجمع مشى كان ماركي خمسه ثلاثه من اللاعبين ماركينا 12 بونتو هذوكم الثلاثه ماهوش موجودين اليوم دونك مش نورمال باش 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 تلقى مشكله لكن المشكله انا لازمني نحلها واني ما يلزمنيش سيرمون لاتاكون هو اللي ماركي يلزم شعيب ماركي يلزم مصطفى ماركي يلزم البونتوات تقسم على الناس الكل هذيك هي وهذاك اللي ماشيين فيه وانا شوي سور شوي سور مادام الكونتور ماركي يرجع كونتور رجع يماركي علاش انا فرحان شنو السر اللي باذن الله الاولاد باش يماركيو انا نقول لك عمر اللي حتى الان يعمل برشا 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 انجاجمون ملاعب باهي اما سمونك هكا شويه تكلم في الديزيمات الاخرانيه فهمتي ان شاء الله هذا يعني قريب شوفنا مثلا انا شوي فرحان اليوم حمزه اللي رود مول يعطيه تفكروا حمزه شهرين التالي كيفاش وشوفوا حمزه كيفاش ولا اليوم قاعدين نخدموا في السور اللي ماشيين في الطريقه الصحيحه خاصه انا ما نخافش علاش ما نخافش على خاطر نوصلوا برشا مرات نوصلوا العديد من المرات للتسليمات ضد ليكيب ادفرسير والله كان جينا ما نوصلوش للبيت تاع ليكيب ادفرسير ما رقدش في الليل اما انا من اكثر الجمعيات دونك قدرة ربي ماشي في الطريقه الصحيحه. مساء الخير سي شابي كنلاحظ مؤخرا بانه كاع الفرق اللي كيجيو للملعب العبدي غالبا كيجيو بنقطه
الا ما داوش نقطه كيديو ثلاثه نقاط. واش وحضرناك في الندوه التقديميه قلتي بانك انت راه ديال التحديات، واش كتشوف بانه هذا الرهان على الشباب مازال تنامن بانه رهان كان صحيح؟ واش ما كتشوفش بانه الدفاع الحسن الجديد كيضيع نقاط ليه ثمينه اللي غادي يحتاجها في الاخر ديال ديال ديال, ديال البطوله؟ واش وامتى الدفاع الحسن الجديد غادي يربح؟ سيرتو داخل الميدان ديالك. وانا تربي الدفاع الحسن الجديد باش يربح ماتش واحد بريان باش يربح زاد ماتش واحد البروج مع هاد شكل ليكيب اللي كنا كيما في النادي ما عملناش نتائج باينه في اون ديبلاسمون. وبالنسبه للشباب انا نقول لك اليوم الوليدات اللي طلع لهم في الصيف اليوم اللاعبيه طلع لهم في الصيف اليوم عندهم اكسبيريونس اليوم الناس لعبوا معايا ماتش واحد دونك صغار انا عندي فيهم ثقه وان شاء الله باذن الله نعملوا لي بوان تاعنا وما عندناش عندنا كلام اخر. سؤال اخر تفضل سي كابتن الجلاله. الندوه التقديميه ديال كاس الشباب اليوم كارثه ولا مش كارثه؟ ها اليوم كان باهي الحمد لله الحمد لله مش كارثه برك خاطر انا نقول لك الكوارث ما فماش في كره القدم الكوارث موجوده في روسيا واوكرانيا اوكرانيا هذوك الكوارث كالعباد تقوم الصباح ما تلقاش ديارها هذا ماتش تاع كوره كارثه وقت نروح للدار قمرتي بريدة ولا قلت بريدة وقت انفجار اما الكره عمرها ما كانت كارثه الكره لا تفضل انا الندوه التقديميه ديال بدايه الموسم قلت ان الفريق انك يحتل المرتبه السادسه واش ما تشوفش انك غامرتي وخا التصريحات ديالك كتصبق شويه كتسرع شويه وانا التصريحه ديال اللاعب لعب اللاعبين خلال ميركاتو كان خطا من قبل المكتب المسير وانت تحملت حتى المسؤوليه ديالك. ساعه التصريح اللي قلته اللاعبين خلال ميركاتو التصريح التصريح اللي قلته باش نكونوا ان شاء الله بين السته الاولانيين قلت بصراحه تامه وانا من المدربين اللي يعني خدمه في الجمعيه اللي نخدم فيها وخناقه جمعيتي البسمه درجه لازم نضحي باللاعب ولا بزوز ضحينا لاتاكون جمعة اللي خلى عند بلاصتو اللي برشا ناس كانوا ماهمش فرحانين به ما تعرفوا اللي يمشي اللاعب انا كيف العرب الانسان كيف ضحي بعدك ما تشوفوش وقت اللي يموت يولي باهي وتبارك الله عليه وخمسه وخميس عليه اليوم مشى جمعه اثر علينا واللاعبيه اللي مشاو ومش موجودين هنا انا نجم نقول لك القاده هنا ما يلعبوش ما يلعبوش اعطيني ملاعب انت سامحني كمان اعطيني ملاعب اللي انت تشوف اليوم فريمون من ما مشى هو اثر علينا اعطيني اسم ملاعب اعطيني اسم ملاعب بواحد مشى اللي لو كان جاء هو تكون الحاله خير اللي الحاله بالنسبه لي انا عاديه اعطيني ملاعب ملاعب اللي بوح مشى و خسرنا ديني ملاعب واحد من مشاو الكل الجمعة ها جمعة وين قلت لك ما عندنا جمعة ما ديني ملاعب واحد جمعة غير رجع مازال وين مشاو ما مشاوش الجمعيات اللي يهزوا يلا بعض البطولة مشاو كيف كيف حدراف السي الشاب حدراف ها حدراف شكون حدراف بدون تعليق مقابلة كنا جايين جديدة في مقابلة صعبة في الظروف اللي كيعاني فيها فرق الدفاع الشباب الجديد واحد من الفرق اللي كيصارع على المنطقة حنايا كنا عارفين المباراة تكون صعبة حيت دسنا فريق ديال الدفاع الحسن الجليلي على الأيام مع اللاعبين وبناء على نقاط القوة ونقاط الضعف ديالو هما كانوا في ترونزيسيون ديفونس أتاك هما عارفين عندهم لاعبين في الخط الأمامي سريع في التحول ديالهم خصوصا اللاعب شيشان اللي كان كيمد اللاعبين ديالهم بالكرات في العمق وخصوصا لعب رقم 79 واللاعب ترعيد اللي كانوا كيشكلوا بعض الخطوره على الفريق ديالنا ولكن بالنسبه ليا المقابله كانت مش كافيه
نقطة مهمة بالنسبة لنا. اللاعبين كانت من مون ابليكاسيون داكشي اللي طلبنا منهم كان لقيناه في المباراة. لو بلي ديفونسيف كان لو كومباكت من الناحية الدفاعية، وفي نفس الوقت خلقنا فرص، جاونا فرص اللي ما هي اللي بالنسبة لي كانت ناقصنا النجاح واحد شوية، حيت وصلنا بزاف المرات ديال الفريق الدفاع حسن جديد وضيعنا بعض البلايص وضيعنا فرص. Merci d'avoir regardé.